بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا عن قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وقباسه قائم قال فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميطا بعينه قط رواه عن أنس رضي الله عنه قال ما نصصت حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله بالكبد إلا شطر شعير في رق لي فأكلت منه حتى طال علي فكنته فكنته متفق عليه عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه مسلم نبقى مع هذه التلاوة للقارئ الشيخ محمد صديق بن شهاب رحمه الله مما يسر له من سؤال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم وما تسقط من ورقة إلا
الحكم وهو أسرع الفاسق.